اليوم كان فيه لقاء مع المتسابقين، لقاء الأستاذ سعود العتيبي مدير البرنامج مع المتسابقين، وذكر نقطة مهمة هي أبرز ما حدث في هذا اللقاء، أن المحلات من ضمنها أي محل، الكابينة، المطعم، البقالة، هذه ما تكرر أي متسابق مرتين، مرة واحدة فقط. الغريب ما هو اليوم قصدك؟ أنت قصدك قبل قبل أيوم، آسف أنا قلت اليوم. لا أنت ليش شرت لي وأنا قلت لي؟ أوكي، أحد ترك حولي يعني صح لي. أنا كنت متأكد من فهد. أنت بعد شاك معلومة. لأن فهد حاضر معلومة أكثر مني. أنا أشرت لك اليوم. لا تأكد. طيب المهم المشكلة أنها تكررت المحلات أكثر من مرة. الجعدان الحين عند الكبينة مرتين صح؟ فش الحل؟ هل الحل تسحب الكبينة من الجعداني، أو أن القرار يبدأ تنفيذه من اليوم ما سبق خلاص ينتهي الموضوع؟ تفضل. وأنا رأيي طبعا أنه كلام المدير واضح، فتسحب من الجعداني، وأنا أرى أنها يعني هذا الأسبوع يكون ما تكون لأي أحد، يعني تحول على الميزاد القادم سواء الكابينة أو البقالة. البقالة أخذها مساواة مرتين بعد. طيب تذكرون أمس كنا في فقرة ميزادك، أنا عندي رأي في آخر بطجيك في آخر الفقرة أمس، قلت أن فقرة ميزادك راح نستعرض محاور لأن فيها محاور كثيرة جدا. من ضمن التساؤل في فقرة ميزادك، هل يحق المتسابق فعلا أن يأخذ محل أكثر مرة سواء بالمزاد، مو حتى بشيء ثاني، بالمزاد؟ أعتقد، وهذه أصلا مسألة مطروحة للنقاش، وهي مشكلة وموعظة، وأعتقد أن هذه المشكلة عرفنا مشكلة الأعداد، أن المشكلة ما هي في الأعداد لحاله، المشكلة في المدير برأسه. صعد المدير برأسه يبغى له سعر نزل راتب أمس في باي. أي مدير؟ سعود العتيبي. حسبك من مدير الإعداد. لا، المدير برأسه. إيش المشكلة؟ عندنا مشكلتين، مشكلة مقسومة على شقين. الشق الأول هي أنه أمر بعدم امتلاك الكابينة والمحل الفاضي من نفس الشخص لمرتين متتاليتين. ممتاز. يعني تملكها هذا الأسبوع؟ طيب. الأسبوع الجاي ما تملكها. طيب. وأصدر قرارا آخر فيه من الإجحاف الشيء العظيم ضد صاحب الحصانة، وهو ينص على أن صاحب الحصانة لا يحق له رفع الأسعار أو أخذ حصة من الكابينة أو المحل، وهي مثلها مثل المطعم، مثلها مثل المخبز، مثلها مثل أي محل في القرية. واللي نعرف أن صاحب الحصانة يحق لنا يأخذ نسبة، فلا أعلم ما هو مصدر هذه القرارات. ليش؟ أظن دخل الكابينة أكثر من المطعم الأسبوع الماضي. لا، دخلت الكابينة 4000 وشوي بمكالمات يوسف؟ كلها لا، بدون مكالمات يوسف. بمكالمات يوسف بالنومينيه هذه ما حسبت بالبرايم؟ بدون هذه بدون يعني يمكن لو حسبت يعني نقفل على 8 400 ألف أقل شيء يعني تقريبا. هذا مصدر لك ولا أنت المصدر ولا إيش؟ بس أنا فهم عشان أقدر أتفاوض معك. أي شيء منها؟ إيش قصدك؟ هي معلومة آلاف. كلها لأني متمصدر. 4000. الأربع آلاف؟ لا، هذا مصدري أنا، تلقفت على ورقة عبد الله الجعداني كالعادة يعني قرأت الأرقام. طيب القرار عند الجعداني ولا عند الإدارة؟ ليش؟ القرار عند الجعداني ولا أي عند قرار؟ الإدارة؟ عدد الدقائق والساعات لا، هو مسؤول عن حساب الدقائق له. وقالت 4000؟ نعم قرأتها 4000. متأكد؟ رجع للورقة. طيب ماذا لو دقيقة في واحد نسأل الله السلام العافية راسه مربع الآن إذا تابعنا وجالس يحرض هذا علي. ما يحرضني ولا شيء، بس هذا اللي أعرفه، لأن في 3000 حقتي مزروعي. أتمنى أن ترجع ريموتك، لا يأخذ اللي ورا الشاشة مثل ما أخذ عبد الله خماش ريموته في صمتين. لا تقلب. المهم يا فهد، أنا أقدرك وأحترمك جدا، بس تكفى تعطي معلومات مغلوطة. لا أغمز لي إذا شفتك كبرتها، أغمز لي. لا تكبرها مرة شوي. شوف شوف شوف، إذا شفتك كبرتها أغمز لي وأنا بحاول. طيب تفضل أسلم خلاص. إيه لا لا والله صحيح، عشان ما نخلص. عطنا الشق الثاني. الشق الثاني هو صاحب الحصانة. إيه الأصل في صاحب الحصانة يأخذ نسبة، ليش ما تترك صاحب الحصانة يأخذ نسبة من جميع المحلات؟ وهذا هو الأصل، ليش تركت هذه القاعدة شادة؟ ما إيش الحكمة؟ إيش المعنى؟ سؤال وجيه، إيش رأيك؟
ايش الفكره ان المصيبه الاعظم غير السياسه؟ المصيبه هو غير السياسه. المصيبه الاعظم توازن المالي مثلا ولا ايش؟ المصيبه الاعظم يا استاذ عبد الخالق اسلم الاخ منصور هو ان تتاح النسب لصاحب الحصان القادم فيصبح صاحب الحصان يعني السابق. لا هنا كلام خطير. انا اسال هذه التساؤلات. انا اقول المصيبه لا ما راح يسويها طبعا ما خلاص قرار سالي على الجميع يا سيدي الفاضل. بالمثال الامر الذي خرج بعدم امتلاك الكابينه مرتين توقع عن اي شيء. الان صاحب الحصان الان صاحب الحصان محمد الفهري صح ودخل في المطعم وفي المخبز اظن ب 35%. نعم نعم طيب ومنع من تخيل منع من الاستديو والدكان والكبين. طيب سبب المنع مجهول. مجهول والله نتفق مع فهد يعني هذا بيع وشراء ويجب ان يدخل في السوق كله. نعم ووضعت هذه الحصانه ايوه لاجل يستفيد صاحبها مو بزي حصانه السريعي لما اخذ الحصانه وقال ادخل قال ادخل ب 10% وفي الأخير الآن طالع يقول رصيدي 300. طيب ممكن تقول ممكن والله إنه قرار سعود شاف إنه فيه تلاعب في الأسعار وصار فيه ارتفاع في الأسعار وصار فيه تضخم يعني تضخم. لا غير منطقي. قال خلاص خل ما يتدخل الحصان صاحب المطعم هو غير صاحب منطق. المحل هو اللي يصرف. غير منطقي. أنا كمتسابق الآن بصير حريص على الكبينة وعلى الاستديو وعلى الدكان لأن ما أحد يخاشرني فيها. أنا في السيف سايد الدخل كامل لي. ايش ذنب اللي ماخذ المطعم ماخذ المخبز اتركني من صاحب الحصانه تفرض عليه حصص وهذا ما تفرض عليه حصص. كلام منطقي صح. والله انا اشوف ان صاحب القرار يدخل في الموضوع هذا ويغير سياسه الموضوع هذا وان السعودي يتصرف. طيب اعطونا مقطع بس سعودي تيبي على عجال عشان نذكر الناس في هذا المعلومه في هذه المعلومه. شوف بالمناسبه كبينه الاتصال المزاد عشان ما يسيطرون الاكثر ثراء هو مره واحده يحصل عليها زي البلديه يعني اللي يشتري التليفون هي فرصة واحدة تجيك. حلو. امتلاكك لكابينة التليفون مرة واحدة. حلو. امتلاكك للبقاء. شوف لاحظ انه ذكر السبب هنا في قضية الامتلاك مرتين. خل بعيد عن الحصانة. فهد معي فهد؟ هلا. بعيد عن الحصانة. لاحظ انه ذكر مرتين. طيب. عفوا ذكر امتلاك المحل مرتين معناه عشان الأكثر ثراء ما يسيطرون على الموضوع. طيب وين سعد القحطاني من هذا الكلام؟ ايوه نجعل فقط. سعد القحطاني عنده مشكلة. سعد القحطاني. مشاكل. لا 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 عنده مشكلة. لا لازم نطرحها على الطاولة. مشكلة سعد القحطاني إنه يشوف نفسه إنه المقدم المميز الذي لابد أن يقعد في القلب على البرج العاجي اللي يجي بس يبغى يجي يلبس ربيز ويلبس مايك ويدخل والمفروض المعد يجهز لي كل حاجة. أنا ما أتابع أنا ما بسوي شيء أنا ما أشوف تاج أنا ما أشوف شيء ترى ما فعلا ما أتوقع أقسم بالله إن هذا كلام حقيقي ترى ما طقطق. هذا هو سعد القحطاني ممتاز. في المقابل تعال شوف تاريخ سعد القحطاني مع احترامي الكبير لسعد وتاريخ ابو مهند الاستاذ محمد الشهري من الاعرق حرق. احنا نتكلم عن ساعات هواء عن برامج مقدمه عندنا الاستاذ محمد الشهري يعني سعد القحطاني افضل مني في الاعلام اقدم مني في الاعلام انا فهد انا افاضل مهنه افضل مني انا عبد الخالق اقدم مني منصور اقدم فهمت. تلقى ابو مهند في المقابل يتابع التاك يعرف تخيل انه يعرف ايش الاحداث اللي صاير المشاكل اللي خارج فقرته يعرف ايش ايش صاير يعرف يمسك المعدين قبلها بساعه ساعه ونص يحضر يا جماعه الخير اليوم ايش عندي ايش بطلع به من الشيخ من يعني الشيخ السابق انا اتذكر الموقف الفلاني والفلاني والفلاني عشان يقعد يطقطق معه ايش الاسم مو منطقي يا اخي. طيب مو منطقي. انا جيت فقره مزاده كمس يا اخي بصراحه اشوف اشوف عندي سؤال اسلم تفضل عبد الخالق وانت منصور اذا طلع سعود القحطاني في المقابله مع المتسابقين واصدر قرارات في فقره اليوم بالله ايش ردت ايش ردت فعلك المهنيه قحطاني ولا سعود سعود العتيبي اذا أيوة. طلع واصدر قرارات في فقره كلام اليوم ايوه تخص فقره كلام اليوم ايش طيب. ردت فعلك المهنيه على طول نبحث في تطبيقها ممتاز اشوف ايش قال في فقرتي اقول ايش اشوف ايش يهم فقرتي صح. السؤال الاعظم سعود القحطاني ليش ما يتابع لانه في برج عاجي ولانه ماخذ في نفسه مقلب وهذه مساله فعلا. بس هل سعد القحطاني جالس يقدم ميزات الكران؟ هل هو سعد القحطاني اللي كان يقدم البرامج السابقه؟ لا سعد القحطاني يقول له يعني خلينا نطور فقرتك يقول انا ما بطورونها انا ما عاد ابغى اسوي لعب حركيه عشان يفهمون الناس الان لا نلقي التهمه كلها على اعداد نلقي يعني طيب. نلقي جزء على اعداد وجزء على سعد القحطاني. في تساؤلات صارت امس في فقره ميزاتك وهذا يعني
فعلا تأيد الكلامك قضية إنه ما في تحضير أبدا. أولا ما صار في تصويت على الاستديو، بعدين صار في تصويت أعطوه العيافي كذا شرها، لا خذاها محمد دلج. أيوه أيوه شرها عن طريق التصويت. طيب. لا عن طريق لا بينهم بينهم ما أدري. بعدين قال الله شاب بينكم، وراح هو يأخذ رياكشن على الكاميرا وفيد أصوات المتسابقين. إيش الفائدة طيب؟ أنا كمشاهد أبغى أشوف كيف اختاروا. أنت ليش خليتهم يختارون وفيد أصواتهم؟ وين يا أخي يا أخي أبجديات برامج الواقع، وأنت يا أخي من زد رصيدك ثلاثة، كيف تفيد أصواتهم؟ كيف أخذ أنا الرياكشن أنا كمشاهد؟ كيف أخذ؟ بعدين هذه فجأة فطن الموضوع هذا أو صحوه الإعداد قالوا أقول رجع مشكلة. الصوت للمتسابقين رجعت المتسابقين. تراها مشكلة مقدمي برامج الواقع بشكل عام، هذه تراها مشكلة عظيمة لابد أن يلتفتون لها. يعني إذا أحببنا نحن ننتقل نقلة نوعية في برامج الواقع، مقدمي برامج الواقع دائما مكانك رابح، نادرا ما تجد مقدم ماسك نفس الفقرة متطور. بمعنى سعد قحطاني ماسك فقرة ميزاتك من أي زد رصيدك؟ خمسة ستة تقريبا ستة سبعة ثمانية ثلاث مواسم. المفروض أنت من تعد، أنت من تشكل الفقرة. ما شكلت الفقرة، ما تواجدت، ما تواجدت وقت التشكيل، ما تواجدت وقت الإعداد، ما تتابع، تشوف نفسك في برج عجي، تشوف نفسك إني أنا يكلمونا تعال نجدد، قال لا 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 جدد وسوي اللي تبغون، أنا عاجي ألبس مايك ريبيزي وأدخل هواء. ليه على رأسك ريش أنت ولا كيف؟ يعني احنا مع ان احنا عذرناه في البدايه، كان في وعكه صغيره تسال معذرتك عبد العزيز سعيد في فقره مؤتمر الجمهور على تحفظاتي على ما يقدم، لكن في ميزه حلوه يا اخي، هل تعلم انه يشرف على اختيار التغريدات والمقاطع بنفسه؟ يا خادي فقرتك اذا كانت، اذا كنت شوف سواء كنت تبحث انت عن الماده او عن النجاح، اذا كنت تبحث عن الماده فقدم عمل جيد حتى تستحق مادة جيدة حتى تستدام يا أخي. طيب. إذا كنت تبحث عن يعني نجاح فقرتك فطور نفسك، حضر، شوف الأحداث اللي صايرة عشان تبلها فقرتك. هذه طيب. الفكرة واضح. نعم. لك تعليق على فقرة ميزادك؟ لا أبدا، اللي قلته كفيت ووفيت. إيش رأيك في قضية إن ما في كان تصويت على الاستوديو؟ اللي شعرت فيه بصراحة وما بغيت أقول لكن بقول الحين، سعد القحطاني جالس يقدم الفقرة تسليك تمشيت حل مشكلة والله. سعد القحطاني اللي كان يعيش الفقرة في البرامج السابقة، سعد القحطاني كان يعيش اللحظة، كان حضور طاغي أقولها بصراحة، سعد كان حضوره طاغي على الشاشة. اللي قاعد أشوفه الآن في أكثر من مقطع في أكثر من لقطة تمشيت حل، وقلناها قبل كذا وما أقولها ترى عشان أقول هذا الكلام، نبي الموضوع يتغير. مرة يقول أنا عندي رحلة عجي خلصوني، ومرة يلا بسرعة يلا مني وقفل ويلا طيب. خذ استوديو يلا مع السلامة. طيب هذا مو بشغل. انا عندي اقتراح اخي عشان نقفل الموضوع، اقفله عطوا جيد انا موجود فيكم في الشروم بس على زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد، حكايات لا تنتهي.